هاد اليوم كنت اقرا واحد الروايه ديال الخيال العلمي سميتها سايبر ستورم، كتعاود على هجوم قراصنه على انظمه معلوماتيه ديال مدينه نيويورك، شيء اللي ادى لشلل تام في المدينه وخلف خسائر كبيره. هاد الروايه هادي على حسب ما سمعت غادي تخرج فيلم، لكن القصه ديالها بحال تحققت هاد الاسبوع من بعد واحد الهجوم كبير داروا قراصنه مجهولين باستعمال برمجيات خبيثه من نوع الرانسوموير. هاد النوع من الفيروسات فاش كيدخل الاورديناتور كيقوم بتشفير جميع الملفات، كيعطيك واحد الرساله كتقول لك خلص واحد المبلغ ولا غادي يمشيو لك الملفات ديالك في مره. المبلغ اللي دايرين في هاد النسخه اللي انتشرت هاد الاسبوع هو تقريبا 3000 درهم، كدوبل الى دازت 3 ايام، من بعد 7 ايام صافي ما يمكنلكش ترجع الملفات ديالك. الخلاص بطبيعه الحال تيديروه بالعمله الافتراضيه بيتكوين، حيت صعيب انه يتم التتبع ديالها من طرف البوليس ولا الجهات المسؤوله. اما الملفات كيوليو مكريبتين باستعمال تشفير 2048 بيت، يعني خاصك ملايير السنوات باش تقدر تحل التشفير ديالو، وفقط الساروت اللي عند الهاكر اللي يقدر يرجع لك الملفات ديالو، واخا ماشي مضمون انه يرسل لك الساروت باش تفك الملفات من بعد ما تخلص. هاد البرامج الخبيثه موجوده من زمان وكان كيتم ارسالها غالبا عبر الايميلات، لكن هاد الهجوم الاخير كان فعال اكثر من اي حاجه اخرى، حيث تم استعمال واحد الثغرة سميتها ايترنال بلو، كانت اكتشفتها وكالة الامن القومي الامريكي الشهر اللي فات كان تم تسريبها من طرف واحد المجموعة ديال القراصنة كيعيطوا على راسهم بالشادو بروكرز. قدروا يسرقوا هذه الثغرة هذه وثغرات وبرمجيات اخرى كتخدمها الوكالة للتجسس وسربوها في الانترنت لاي واحد يقدر يخدمها. وهاد الثغرة كتخدم واحد البروتوكول سميتو اس ام بي ديال بارطاج في ويندوز باش تخترق الاورديناتور، يعني ما تحتاج حتى انك تضغط على شي رابط باش يتم الاختراق ديالك، وكيبقاو غير يسكانيو في لي زي بي حتى تيطيحو في الضحايا، ومن الضحية كيدوزوها للشبكة لوكال كاملة فين متصل. واخا شركة مايكروسوفت خرجت باتش للوقاية ديال هاد الثغرة هادي، لكن الملايين ديال الحواسيب مازال ما داروش وباقية عرضة لهاد الهجوم، وخصوصا انظمة ويندوز القديمة. وكيف قال ادوارد سنودن في واحد تويت، كون وكالة الامن القومي الامريكي على الناس على هاد الثغرة قبل ما تسرق كون هاد المشاكل كاع ما وقعوش ليها. اوائل الضحايا ديال هاد الهجمة كانوا هما شركات الاتصال الاسبانية بحال تليفونيكا وشركة الغاز والكهرباء من اسبانيا. من بعد في العشية بدا كينتشر عند الانجليز، فطيح ليهم نظام السبيطارات ديالهم وخلاهم يرجعوا للورقة والستيلو، ومنع الاطباء انهم يشوفوا الملفات الصحية ديال المرضى ديالهم. ومن بعد داز الالاف المؤسسات في اكثر من 99 دوله بحال وزاره الدفاع الروسيه، جامعات صينيه، وشركات الاتصال البرتغاليه، وحتى في المغرب وصل هذا الفيروس لمعمل رونو في طنجه وقفت فيه الخدمه من نهار الجمعه. وعلى حسب هذه الخريطه اللي داروا مختصين اللي كانوا متبعين الفيروس لانتشار الفيروس، تيبان ان انتشر في بزاف ديال البيسيات في مدن اخرى في المغرب. هذا الهجوم الاول ديال الفيروس لهذا الرانسموير اللي سميتو واناكراي تم ايقافه من الانتشار غير صدفه، يعني من بعد ما انتشر عاود تم الايقاف ديالو صدفه، فاش واحد الباحث في الامن المعلوماتي قلب في الكود ديال الفيروس وبان لي واحد الموقع غريب تحت هذا الاسم هذا كيعيط عليه الفيروس قبل ما يبدا في تشفير الملفات. فنض هذا الباحث المعروف في تويتر باسم مالويرتك وشرا هذا الموقع، وغير الموقع ولا خدام الهجوم وقف، حيت كان بحال شي زر امان دايرينو على القراصنه باش يحبسوا الهجوم اذا بغاو، او ما يخليوش ينتشر في الساند بوكس ديالهم اي في النظام ديالهم اللي دايرين داخليا. لكن واخا ان هذا الهجوم توقف، هذوك اللي تم اختراقهم في الاول مشاو ليهم الملفات ديالهم، وحسب كوستينريو مدير الابحاث في شركه كاسبيرسكي فالقراصنه بداو في اطلاق نسخ اخرى ديال الفيروس بدون هاد نقطه الضعف ديال الموقع، ومازال غادي تزيد في الانتشار ما حد الناس ما داروش تحديث للانظمه ديالها. المهم باش تحمي راسك من بحال هاد الهجمات الرانسوموير ديما دير تحديث ديال ويندوز او الماك وديال الانتي فيروس، وحبس بروتوكول اس ام بي. راغب امين كان دار واحد الفيديو كيشرح فيه كيفاش ديزاكتيفي، غادي نديرو في الديسكريبسيون. وخاصك ديما تحضر راسك فاش تفتح اي ايميل ولا رساله مجهوله، واخا يكون الملف بي دي اف او وورد، حيت كتكون هذيك غالبا الطريقه الاولى اللي كيخدموا باش يدوزوا لك الحاسوب ديالك، وكيخبعوهم في هذوك البرامج المكراكيين اللي كيكونوا في تورنت مثلا. واهم حاجه هو دير الباك اب للملفات في ديسك دور منفصل على الاورديناتور، مع دابا لي ديسك دور ولاو رخاص شويه،
باش حتى لا قدر الله وتصاب بس تقدر ترجع جميع الملفات بلا مشاكل. شكرا على المشاهدة، وإذا عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم وسبسكرايب للقناة باش يوصلك الجديد. تشاو.